يقول المحور الثاني يجب تخصيص تقنية الحصص أو الكوتا كما يقال للمرأة في البرلمانات العربية، أو بمعنى آخر يجب أن يكون هناك مقاعد معينة محددة للمرأة في البرلمانات، ولا يكون الانتخاب متساوي على المقاعد للرجال والنساء، إنما يكون هناك مقاعد معينة محددة للنساء من البرلمانات. نأخذ تسجيل. لا أتوقع أن يتغير حال المرأة العربية نتيجة للربيع العربي، لأن الثورات العربية القائمة في الدول العربية هي نتيجة القمع والاضطهاد، وهي ثورة ضد الدكتاتورية وليست ثورة ضد العادات البالية التي تمارس ضد المرأة العربية. بالفعل أتمنى أن يصبح هناك رئيسة دولة أو رئيسة وزراء في دولة عربية، ولكن لا أتوقع أن يكون هذا قريبا، لأن المواطن العربي والمواطنة العربية أيضا غير قادرة على استيعاب أن تمارس المرأة العربية حقوقها بعد. بالتالي أوصي وأتوقع أن يكون هناك كوتا عالية النسبة، 40% ل50% لصالح المرأة العربية، حتى يتعود المواطن العربي العادي اللي في الشارع على مشاركة المرأة العربية في الانتخابات والحياة السياسية والاقتصادية، وبعدها سنرى قريبا رئيسة وزراء عربية أو رئيسة دولة إن شاء الله. شكرا. هل تعتقد أن تحديد كوتا أو نسب معينة أو تأنيث لبعض المقاعد في البرلمانات شيء صحي لدور المرأة السياسي، أو يكون له أداة فعل سلبية؟ شكلياً أنا بشوفه صحي، ولكن السؤال إنه خصصنا كوتا للمرأة في البرلمانات وتعود إلى البيت وهي جارية عند زوجها، شو استفدنا بالكوتا؟ صح ولا لا؟ صح؟ وين يا ستات؟ صح ولا لا؟ اللي قصدته إنه يعني الشكليات أنا قدر الإمكان ما بحبها وأبتعد عنها. إذا أردنا أن نخصص كوتا هي مسألة صحية في ظل وجود مجتمع ذكوري لابد من تخصيص إذا المرأة، تشجيعها، تحفيزها على دخول المعترك السياسي. لكن أعود مرة أخرى، مشكلتنا ليست في البرلمانات، مشكلتنا مشكلة أننا مجتمع ذكوري، وأنا كتبت مقال سميته شريعة ذكورابي على وزن حمورابي، وإن يعني كان اللفظان على الوزن إلا أني قصدت فيهم أو فيهما يعني معنيين متضادين. فالمشكلة ليست في البرلمانات بنظري، وإن كانت الخطوة بالاتجاه الصحيح. دكتورة ابتسام، يعني إحنا هي تسمى التمييز الإيجابي، يعني عادة تطلق عليها المنظمات النسوية التمييز الإيجابي، وهذه تأخذ يعني ثلاث طرق، يا أما يكون تمييز عن طريق الدستور، يا أما عن طريق قانون الانتخاب، يا أما ضمن الأحزاب نفسها. يعني يمكن يعني أنا لو خدت كلام أستاذ محمد بشكل آخر، يعني أنت ممكن تعطي، أنا في مجتمعات لا تقبل بدور للمرأة، يمكن أنت محتاج مثل الطفل عشان يمشي تحتاج في الأول أنك تمسك بإيده عشان يخطو خطواته، يمكن في المرحلة الأولى. وعلى فكرة يعني حتى في أوروبا استخدم هذا النظام. لكن اللي أثار القضية اللي أثارها محمد هي مسألة أن أنت قد تكون هناك قوانين جيدة، قد تكون دساتير جيدة، المشكل دائما في المرأة هو مشكل ثقافي اجتماعي. صحيح. أنت فرضت قانون، لكن كيف تمكن المرأة اجتماعيا إذا كان هناك لا تزال نظرة دونية، مش فقط بين الرجال يا أستاذ محمد، النساء نفسهم ينظرون لنفسهم نظرة دوني، لا يوجد هناك وعي ذاتي. فهي مسألة أن المرأة نفسها تذهب إلى البرلمان لأنه أعطيت حصة أو لأن الأحزاب تفضلت عليها بحصة، وهي نفسها تقييمها لنفسها هو أدنى من المستوى، تقييم المجتمع، تقييم زوجها لها هو أدنى من المستوى، سنظل ندور في حلقة مفرغة. أنت بحاجة إلى وعي مجتمعي. شو رأيك في مثلاً طرح ممكن يقول أنه نحتاج في خضم هاي العنصرية الذكورية نحتاج إلى أمثلة من نساء ناجحات في العمل السياسي أو عمل المجتمع المدني، التي قد تبدد بعض مخاوف الرجال الذين يعتقدون أن نساءهم خرجوا من البيت فإنهم سيصبحون ساقطات؟
أنا كنت مترشحة للانتخابات المجلس التأسيسي في تونس، ونحن في تونس عنا قانون، إلا في تونس يوجد هالقانون، وهو أنه كل قائمة مترشحة يجب أن يكون فيها الإنصاف بالتداول، يعني إذا يكون رئيس القائمة رجل، الثانية يجب أن تكون مرأة، والثالثة والثالث رجل، والرابعة مرأة. فكنا كلنا يعني النساء كنا فرحانين، حتى أن رأينا أنه عندنا 1500 قائمة وكل الرجال هم رؤساء القوائم. فأصعب حاجة كانت ليست أن نقول للرجال خليوا المرأة رئيسة القائمة، بل أن نقول للنساء تعالوا في القائمة وأدخلوا للمجلس التأسيسي. والآن هذا التناصف، هذا التداول بالتناصف شيء إيجابي وإيجابي في تونس. لماذا؟ لأن الرجال فهموا أنهم للترشحات القادمة يجبهم نساء. فماذا عملوا؟ طلبوا من النساء أنها تدخل إلى الأحزاب وأنها تكون ناشطة، ووضعوا النساء في الأمام لكي المرة القادمة النساء يكونوا حاضرات في الترشح. أعتقد أنها يعني هي إشكالية يعني، ولكن الموضوع حسب المجتمع وحسب المنطقة وحسب الدولة. لا نستطيع أن نشابه كل التجارب وكل المجتمعات وكل يعني بكل منطقة في نسب. برأيي بس كفكرة أساسية، برأيي ممكن في المراحل الأولى من تطور هذه المجتمعات العربية أن يحصل نوع من أنواع التزاوج ما بين إعطاء بعض هذا الحق وفي نفس الوقت النضال من أجله، وبالتالي يلتقيان ويتآزران ويشدان بعضهما بعضا. من هذا المنطلق أجد أنه الكوتا إذا تمت يعني إرساءها على أسس مدروسة صحيحة تناسب المجتمع التي هي فيه لن تشكل ردا فعلا عكسيا. وسأذكر هنا يعني سؤال بسيط، موضوع فرض النسب هذه مثلا في مجال العمل. أنا أعلم أن هنالك كثيرا من النساء يرغبن في العمل مثلا في شركات معينة أو في مؤسسات معينة، وأعدادهن الحقيقة كثيرة، لكن رب العمل مثلا أو رئيس المؤسسة أو الجهة يعني المتسلطة في المؤسسة لا ترغب بوجودهن. في هذه الحالة إذا أرسيت الكوتا فإن بالعكس يعني هي ستعطي بالفعل حقا للمرأة بأنه تشترك. ربما هنا في اختلاف بسيط ما بينها وبين المؤسسة الانتخابية أو البرلمان، على كل هي مجرد إضاءات، لأنه صاحب الشركة بده يدفع فلوس فبيخاف من الماترنتي ليف، ولهلا تأخذ لها شهرين إجازة مع راتب، فخلينا نجيب رجل محلها يشتغل أحسن. صحيح. طيب ناخذ تصويت على الكوتا، هل أنت مع أو ضد الكوتا أستاذ محمد؟ يعني ديش اقول لك مع او ضد، قلت لك على حسب السياق. انت اوريدي استخدمت النيوترال كارت المره الماضيه، بقول لك يعني لم تاخذ موقف هالمره، هي بس خطوه بالاتجاه الصحيح. لا ريثما زي ما تفضلت الدكتوره، هو السؤال هل يجب على البلاد العربيه النظر بتخصيص تقنيه حصص الكوتا؟ اذا انت مع النظر؟ نعم. الاخت امير؟ نعم والف نعم. الف نعم، يعني خلاص ما في نعم بعد، ناخذها. سمي؟ يعني اجدها إيجابية. إيجابية. نعم. أعتقد أنها بتكون يمكن أقل جد من أقل المحاور الجدلية.